الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في اللحظة الحالية أنت المفروض وصلت إنك تعمل أي برنامج باستخدام لغة السي بلس بلس، أيا كان شكل البرنامج، أيا كان حجمه، أيا كان الدور اللي بيقوم بيه، طالما كان كونسول أبلكيشن أو اللي هو بيظهر على الشاشة السوداء. ولكن في مشكلة ظهرت للمبرمجين وهم بيشتغلوا، إن البرنامج ممكن يبقى طويل جدا جدا جدا، ما يقدروش ينظموه، ما يقدروش يخلوه بصورة مقروءة بشكل كويس، فبالتالي ما بيقدروش يعدلوه، فما بيقدروش يتحكموا فيه في الشكل المطلوب، فضايقهم جدا. فظهرت حاجه بعد كده في سلسله التطوير اسمها الفانكشنز. فانكشنز دي زي المين اللي احنا بنستخدمها من طول فتره شغلنا في بلغه السي بلس. لا يا دي مين دي اساسا في فانكشن، ولكن هي الفانكشن المسؤوله ان البرنامج بيبدا شغل منها. يعني الكومبايلر لما اللي هو الفيجوال ستوديو لما بيجي يعمل البرنامج ران، اول حاجه يبدا بيها يشوف المين فين ويقوم بالدور بتاعها وياخدها سطر سطر لغايه لما يوصل للنهايه من القوس ده للقوس ده. فطبعا داله واحده ما كانتش كفايه، فابتدوا يفكروا ان هم يعملوا اكثر من داله، وده دور الفانكشنز بالنسبه للغه السي بلس بلس او الدوال. الفانكشن هي داله شبه المين بالظبط، بتقوم بنفس دورها، بس الفرق بدل ما الكومبايلر بيندهها، المين اللي بتندهها. يعني المين هي اللي بتنده باقي الدوال الموجودة في البرنامج، والكومبايلر بينده المين. ده طريقة التدخل بينهم. ازاي بتعمل الكلام ده؟ الفانكشن اساسا بتتكون من 4 اجزاء: اسم الفانكشن، بعد كده الريتيرن تايب بتاعها، بعد كده البادي، بعد كده البارامترز. هناخدهم ورا بعض ان شاء الله. النيم زي مين، كلمة مين ده هي اسم الفانكشن، وكل دالة لازم يبقى لها اسم عشان تتنادى عن طريقه، تمام. ريتيرن تايب يعني الدالة دي بترجع ايه. في الحالة بتاعتنا مثلا هي فويد، فبترجع ما بترجعش حاجة. لو خليناها انت، خلينا ريتيرن زيرو مثلا، كده هي بترجع صفر دايما. البادي اللي هو الكلام اللي بيتكتب هنا، ايا كان الكلام، زي ما الريتيرن تايب ممكن يكون اي نوع، انت، دبل، فلوت، لو كان عندك كلاس ممكن ترجع جزء اوبجكت منه، بوليان، ايا كان بترجع. الريتيرن تايب ممكن يكون اي حاجه، ممكن يبقى فويد. البارامترز هي المتغيرات اللي بتاخدها الفانكشن ده، ودي هتكون الفيديو الجاي ان شاء الله. فاحنا دلوقتي بنتكلم ان احنا عندنا 4 حاجات بتتكون منهم الدوال، ودي اللي احنا هنستخدمهم. احنا فعلا استخدمنا دوال قبل كده، يعني مثلا ما كنت عايز اقول لك هات 2 قص 2، فكنا بنقول باو 2 قص 2، هي دي داله اساسا موجوده في المكتبه، في المكتبه اللي اسمها ماس دوت اتش. وانت ممكن تعمل الدوال بتاعتك بسهوله جدا. فاحنا هنبدا مع اول داله هنحاول نكتبها، هنخليها مثلا انت، او خليها بلاش انت الاول، خليها فويد برنت. برنت ايه دور الداله دي؟ انها تطبع لك حرف الايه، فنقول سي اوت ايه. الداله دي احنا استخدمنا فيها 3 اركان من الاربعه بتوع الدوال، واستغنينا عن الرابع في الجزء ده. النيم اسمها برنت ايه، الريتيرن تايب هي فويد يبقى ترجعش حاجه، البادي بتعمل سي اوت للايه، البارامترز اللي هي المفروض تتواجد بين القوسين دول احنا مش حاطينها المره دي عشان بس تسهيلا، وهتبقى الفيديو الجاي ان شاء الله. فدي ال4 اجزاء بتاعه الدوال. لما نيجي نطبع، انت عايز لما تيجي تنده الداله دي عشان تطبع الايه، كل ما عليك تكتب اسمها. هي اسمها برنت ايه، اكتب كده برنت ايه بس، زي الاسم المكتوب فوق ده بنقوله زي ما هو من غير ريتيرن تايب. بس لو جيت عملت كنترول في 5، طبع لك ايه. هو ايه اللي عمله؟ هو جه هنا نده على الداله، راح طلع فوق شاف الداله دي بتعمل ايه، لا بتعمل بتطبع ايه، خلاها طبع. ممكن تطبع اللي انت عايزه، مثلا سي اوت اي لاف الله مثلا، طبعتها لك زي ما هي. هو اللي بيحصل ايه، هي هو انت ندهت برنت ايه، طلعت فوق نفذت الكلام اللي فيها، بعد ما وصلت لنهايه القوس ده رجعت الدالة تاني. بس
فده التعريف المبدئي للدوال. الدوال بتتكون من 4 أجزاء: اسم الدالة، الريتيرن تايب بتاعها، البادي، البارامترز. عايز تعرف البارامترز بتشتغل ازاي؟ شوف الفيديو الجاي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.